بتوجع نفسك وبتوجعني على الفاضي. مش مهم، انا استاهل اتوجع، هعتبر عقاب من ربنا على الفرصه اللي انا ضيعتها من ايدي. طب وانا؟ لا انت ما يهونش عليا وجعك طبعا. طيب يا نازلي، لو انا وجودي هنا هيكون سبب لتعاستك، انا مستعد امشي. امشي يا نازلي. انا يمكن ما اكونش الشاطر حسن، بس انت اكيد ست الحسن والجمال. ايه الحكايه يا مراد بيه؟ ايه اللي مخوفك قوي كده مخليك تندهلي كل شويه وتفتح موضوع انت اللي قصدت انك تقفله بنفسك؟ لا والنبي، وكمان بتضايفني؟ ده انت مش خايف بقى، ده انت مرعوب. انا ما بخافش يا ورد، بس في حاجات جديده حصلت واللي انت ما كنتش راضيه تحكيهولي انا عرفته. اللي هو ايه؟ السبب اللي خلاكي مش فارق معاكي اني اعترف باللي في بطنك، واللي خلى اسمة تاني ما ترفدكيش وتاخد بالها من حملك زي ما بتاخد بالها من حمل امل بنتها بالظبط. سالتها يعني؟ مش مهم، المهم اني عرفت. وبقولك انت مش قد اللعبه دي يا ورد. هو انت اللي بترحم ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل؟ الناس اللي هياخدوا العيل هيربوه احسن ما انت تربيت مليون مره، وهيستروا على الفضيحه اللي انت ما رضيتش تستر عليها. ابقى مش قدها في ايه بقى؟ طب ولو قلت لك ان انا هعترف بيه؟ ابقى هبله لو صدقت. Ah!